نروح. أنا لو كنت بعرف إنه رح تتضايق ما كنت قصيته. لا لا أبدا. بعدين نحن وصلنا لمرحلة ما حدا بيهمه التاني، لا شو بيحب ولا شو بيكره. على العموم في موضوع مهم لازم نحكي انا وانت، كنت ناطرك. احنا من 3 سنين فتنا على هذا البيت احلى قصة حب، كان شاهد على كل تفاصيلنا الحلوة، كان كله حب ودفى وحاسيس. بس هلا صار بشع بارد وعم يشهد على قصة حب عم تموت. موتنا معه. روح، كل شي فيك يتغير، تصرفاتك، حركاتك، نظرات عيونك، ضحكتك، حكيك، لك حتى مشاعرك وبرودك تجاهي. انت وانا ما بقى نشبه بعض، وصرنا بعاد بعد السماء عن الارض. حياتنا مو مشوار يوم ولا يومين، هذا عمر بحاله وصعب نكمل هيك من دون اي مشاعر. هلا الوضع ما بقى قادر اتحمله، والانفصال اريح الي والي. اتمنى تتفهمي الموضوع وتوافي. موافقة. بشرط انت رح تتوكل القضية وتطلقني منك بعد شهر. رح تنفذ كل شيء بدي اياه منك. ليش مستغرب؟ مو انت محامي وهي شغلتك. وعدك بعدها ما بقى تشوفني. آدم، عانقني وانت وعدتني
30 يوم أو شهر مثل ما اتفقنا، بعتقد كانوا كافين لذكرك بوعودك إلي. أول شيء قلت لي إياه، روح الروح وعدك بتروح، حياتي ما رح خليكي لحالك ولا رح أترك إيدك، وبوعدك ما رح خلي شي بهالدنيا يلهيني عنك. صبح ومسا بدي قلك بحبك، رح أكون سبب فرحك وما صح دمعتك. آدم، أنت خنت وعدك لروح، أنت التهيت بشغلك وحياتك، تركتني وحيدة لدرجة ما انتبهت إنه في شي عم ياكل وينهش بجسمي ويفقدني شي من أنوثتي، أنوثتي اللي كنت عم تطلبها مني بوقت كان صعب كتير إني أعطيك إياها. كنت مرضانة، تعبانة، مكسورة، موجوعة، خفت وما قدرت أحكي لك، لأنه كل اللي بعرفه إنه أنا ما بدي أخسرك ولا أشوف الحزن بعيونك. خبيت وجعي بقلبي رغم إني كنت عم موت وعم روح من بين إيديك، إيديك اللي كنت بتمنى يكونوا ماسكين إيدي، تحس بالأمان وبالقوة لواجه وأهزم هالمرض. يا آدم، أهزم هاد الوجع ونقتله سوا. تعرف ليش؟ لأنه الوحيد اللي قادر يفرقنا ويقتل حبنا هو هذا المرض. Thank you.